خبير الفوتوشوب يحول صوره إلى أعمال تثير العقول. الكثير من المصورين يستخدمون الفوتوشوب لإدخال عناصر جديدة إلى الصور فقط، لكن ليس كل الفنانين يستطيعون أن يفعلوا ما يفعله الفنان الأرجنتيني مارتن دي باسكال، حيث أنه يحول الصور بشكل كامل إلى أعمال جنونية من خلال دمج أكثر من صورة معا وبإضافة تأثيرات أخرى من خلال الفوتوشوب ليخلق واقعا جديدا لا يصدقه العقل. بعض هذه الصور تبدو سخيفة، وبعضها الآخر تقدم تعليقا ساخرا على حقيقة الجسد من خلال تجسيد ضعف جسده وفنائه. وقد تبدو هذه الصور للناظر إليها مثل السحر، لكنه يكشف لنا بعض أسراره من خلال الفيديو الذي سيتم إرفاقه خلال الوصف. أترككم مع الصور.